مرحبا حبايبي متابعي شركة زفات إيفنت. اليوم خلصنا عرسنا أفرح السويدي والكعبي، الله يتمم لهم على خير إن شاء الله. طبعا اليوم كانت معانا الفنانة الجميلة والمتألقة الفنانة فاطمة يوسف. يا عمري يا أم ساندي تسلمين وما حبيبتي. قصرتي الصراحة، اليوم أنت سويتي أقصى الجهودات حبيبتي. عرفتي أنا طبعا مو أول مرة أشتغل مع أم ساندي، طبعا شركة زفات إيفنت بإدارتها الغالية، عسى ربي يسعدك وإن شاء الله يا رب دوم من تألق لتألق ونجاح ونجاح ونجاح. حبيبتي بديت قلبك أجمعين إن شاء الله. عمري وبقول لكم كلمتي المعتادة مع زفات إيفنت العرس شنو فطوم؟ غير قلبك. تحياتي لكم أم ساندي.